اليوم بلدية مدينة أنجمينة بحرق كميات من مواد غذائية انتهت مدة صلاحياتها، وذلك في عمليات المراقبة التي قامت بها البلدية في بعض الأسواق والمحلات التجارية. هذه العملية تمت بمنطقة الأماجي بحضور عمدة البلدية مريم جمع عبيد. تقرير إشراق عبد الله الرحمن. إن محاربة الآثار السلبية الناجمة عن استغلال المواد الغذائية المعلبات المنتهي صلاحيتها تعد هذه التصرفات أمرا ضروريا تلزم البلدية أنجمينة على الإقدام بمصادرة هذه المواد وإحراقها. لذا قامت عمدة بلدية أنجمينة مريم جمع عبيد بحرق كمية من المواد الغذائية المنتهي صلاحيتها التي تضر بصحة المواطنين، سيما تناولها يؤدي إلى عملية حدوث تسمم. وعلى هذا المنوال طلبت عمدة بلدية أنجمينة من التجار عدم تخزين المواد المنتهي صلاحيتها وكذلك إعادة بيعها للمواطنين، هذا يؤدي إلى مخالفة قوانين الدولة. عمدة بلدية أنجمينة توضح أهمية حرق المواد المنتهي صلاحيتها. نقول لكل التجار في مغازياتهم عندهم أكل وقت فات ولا عندهم ليدات خليه مرقو، يعني قدام ما جينا لهم خليه مرقو عشان علينا كان جينا ده حكم كل فراسة فيه ونودهم جستيس كله. علما بأن البلدية ستبذل كل ما بوسعها على القضاء على هذه الأساليب والتجاوزات التي تلحق ضررا للمواطنين.